كجو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل التحقوا بنا اللحظة وغادي نمشي مباشرة لشيوات لالا مولاتي رفقة المستمعة زينب. أهلا بك زينب. ألو صباح الخير لالا سناء. النور لاباس عليه؟ الحمد لله. كدايرة انتيا؟ لاباس عليك. مرحبا بالمشاركة ديالك معنا مرة أخرى، نورتي البرنامج. شكرا بزاف. مرحبا. الله يوفقك ان شاء الله. وصفات متنوعه كيف ما اختاريتي لنا تبارك الله، وان كان ما شاء الله عليك يعني انت مركزه اكثر على الوصفات الوجديه الشرقيه تبارك الله. كاين ما يتعطى ان شاء الله، فشي حويجات اللي كيبغيو مراحل بغينا نعطيهم وقت يعني اطول ان شاء الله. فاليوم غادي تعطينا وصفات اللي هي سهله خفيفه، وان شاء الله نسقوا فيما بعد الوصفات اللي هما متنوعين اللي هما شرقيين خاصين بالجهه الشرقيه ان شاء الله. ان شاء الله لا اختك. وخلال السنة بالنسبة للوصفة الأولى بغيت نشارك بطبق ديال بركوكس، لأن نهار 12 و13 يناير كاين السنة الأمازيغية. العام الجديد العام الجديد كنقولوا السنة الأمازيغية. مهم غادي نشارك بطبق ديال بركوكس. سبحان الله التنوع اللي في المغرب، يعني كاين بركوكس ولكن بأنواع مختلفة، يعني في الاحتفال كل واحد شنو الإضافة اللي كيدير على حسب المدينة والمنطقة وتبارك الله. فهذا الشيء التنوع بصراحة كي زوين بزاف يعني في المغرب. وبالنسبة للبركوكس كاين اللي كيبغي يديروا باللحم وكاين اللي كيبغي يديروا بالكرداس، كنقولوا اللحم اليابس. أييه. وكاين اللي كيبغي يديروا حتى بالدوارة، يعني كل واحد كيديروا على حسب المستطاع ديالو. المهم انا غادي نعطيكم كميه قليله مقادير. كناخذ هنا 500 غرام ديال البركوك. هذه كميه عائليه يعني ديال العائله العاديه. كتخرج كميه كبيره تقريبا، يعني حنا كنديروا القصعه كنديروا قطعه كبيره ولا كتخرج لك يعني نص طبقه كبار على حسب العائله. المهم 500 غرام ديال البركوك. كناخذ اللحم المقدار اللي بغيت، سواء اللحم ديال السعوديه ولا اللحم ديال البكري، ولا كنستعملوا اللحم اليابس ولا الكرداس ولا الدواره، المهم اللي كان كنديروه. بالنسبه للخضره كناخذوا الخضره اللي كاينه في هذا الموسم، يعني كتكون على حسب الرغبه وحتى الكميه. كاين اللي كيبغي يدير الخضره بزاف وكاين اللي كيبغي يدير الخضره غير واحد الشويه. كناخذوا خيزو، خيزو هو الجزار. كناخذوا البطاطا، اللوبيا الخضراء، النزال، اللف، القرعه الخضراء، القرعه الحمراء، الفول، الجلبانه، وكنستعملوا فيها حتى القطاري، يعني كناخذوا شويه شويه من كل حاجه. كناخذ واحد 200 غرام ديال الحمص اللي كنكون رطبناه، كناخذ الفول اليابس، كناخذ اللوبيا اليابسه حتى هي كنرطبوها، كنحتاج فيها شويه ديال البصاره، العدس والجلبانه اليابسه الخضراء، كنحتاج فيها البصله، القزبر، المعدنوس، وكنحتاج التوابل، كنديروا شويه شويه من كل حاجه. بالنسبه للبركوك كنديروا فيه الكليله، وبالنسبه للجهه الشرقيه كنديروا الترفاس والفكاع. شنو هما؟ الترفاس. الترفاس اييه تبارك الله. انا دابا كنستعملوا الحاجه اللي كاينه في حنت تبارك الله موجود في ديك البلاصه، يعني ما شاء الله بصح كنديروا فيه السنوات الاخيره مع الجفاف، يعني الترفاس والفكاع ما كاينش تقليل، ولكن واخا يعني كنستعملوهم يعني في الوقت ديالهم. كنغسلوه وكنقطعوه هكا صغير وكنيبسوه، وفي هذا الوقت هذه ديال فاش كنبغيو نديرو بركوك، يعني كاع داك اللي خدعناه يعني كنجبدوه، يعني كنديرو شويه من كل حاجه، وكنديرو فيها الكليله. الكليله اييه. وبالنسبه للكليله هي واحد كتكون باللبن. وي بالنسبه للكليله هي واحد النوع ديال الاجبان اللي كنحضروها باللبن، يعني كنيبسوها. وكاين الكليله اللي كاين الكليله اللي كيصوبوها من الحليب ديال البقر، وكاين الكليله اللي كتصوب من الحليب ديال الماعز، يعني كل وحده والمذاق ديالها. المهم اللي موجود يعني كنستعملوه. هي بالنسبه المهم بالنسبه للطريقه. بالنسبه للكسكسو، بالنسبه للبركوكس هو واحد النوع ديال الكسكسو اللي كيكون شويه غليظ، ما كيكونش رقيق، هو رغيف حبيباته غلط. هو كيكون غليظ، كاين اللي كيبغي يبركس يعني بالسميد والفينو، وكاين اللي كيبغي يبركس يعني بالقمح والنخاله. يعني بحال ما استعملنا يعني القمح والحوايج اللي كيكونوا مزيانين، يعني كيكونوا احسن من الاحسن، يعني كنديروا بركوكس ديال القمح اللي كيكون صحي. وعلى بالنسبه للبركوكس كناخذوه يعني كنكونوا حضرناه من قبل، ولا كتقدر تبرك يعني حتى النهار. الا كان عندنا يعني كان واجد يعني كنديروه كنرطبوه، ومن بعد يعني الخضره ديالي كنوجدها. بالنسبه للطريقه ديال البركوكس هي بحال الطريقه ديال الطعام، يعني بالنسبه للطعام الو
ايه كنسمعوك. وي بالنسبه للطعام حنا كنفوروا الطعام ثلاثه ديال المرات، وبالنسبه للبركوك سمعي كيكون شويه غليظ كنديروا له اربعه ديال التفويرات باش كيجي مفور مزيان يعني نازل خفيف. غادي كان مهم الطريقه كاع من الاول، يعني كنصبوا اللحم في الاول، كنصبوا اللحم كنزيدوا له شويه ديال الماء. بالنسبه الى كنا درنا اللحم اليابس ما كنديروش الملحه، ايه حتى يكون مالح كنديروش الملحه، ولكن الا درنا اللحم يعني جديد كنديروا الملحه، كندير اللحم، كندير الحمص، يعني كاع الحاجه اللي كتاخذ الطيب كنديرها في الاول، كنديرها ديال البصله، وكندير التوابل، كنديروا التحميره، الملحه، الكمون، حتى الزعفران، كندير الملحه، التحميره، البزار، شويه ديال السكينجبير، وكنصبوا بزيت الزيتون ولا زيت العاديه. كنصبوا اللحم هو الاول. وبالنسبة للخضرة ديالنا كنقطعوها غير مربعات صغيرة، يعني الخيز والقرعة والفول والزبانة، الفول الأخضر، يعني كلهم كنقطعهم يعني غير كيكونوا صغار وكنوزدهم. وبالنسبة للطهي ديال الخضرة يعني كنبقى نزيد بالتتابع على حسب المدة اللي كتجيب، يعني باش كطيب اللحم في الاول يعني كنطيبه عاد، وكندير في المرميطه كندير التفويره الاولى، يعني كنعاود للطعام وكنبقى نزيد، كنزيد هذا الحمص، الفول اليابس، البصاره، الزبانه اليابسه، شويه ديال الكليله. وبالنسبه للخضره ما كتاخذش بزاف ديال الوقت الطياب، كتاخذ غير واحد ربع ساعه، يعني حتى ديك التفويره التاليه عاد وكنزيد الخضره باش ما كتهرلناش في الطياب. اييه وهي صافي. بالنسبه قلت لك بالنسبه للبركوكس يعني كنفوروه ثلاثه ديال التفويرات، وفي التفويره الاخيره فاش غادي ندير التفويره الاخيره يعني كندير الخضره كطيب، وكندير التفويره الاخيره صافي فاش كيوجد كندهنوه بالسمن بواحد المعلقه ديال السمن، وكنسقيوه بهاد المرقه. هذه المرقه فاش كتوجد كندير شويه ديال الكمون، يعني كنخلي البصله، كنخلي القزبور، كنخلي القزبور هو الاخير، والمطيزه هي التاليه اللي كندير. وفاش كيوجد عندي صافي كنسقي هاد البركوكس، يعني كنكون صافي وجد عندي، كنتكلو بشويه ديال الدهان وكنسقيه بهاد المرقه هذه اللي وجدت. اييه كتدهن يعني كديري بحال دابا زبده بلديه ولا مثلا شنو كديروا بالضبط؟ حنا كنديروا الزبده، كنطيبوا الزبده. كنطيبوا الزبده كنديروا الدهان، حنا ما كندهنوش الزبده، كندهنوا بالدهان. وبالنسبه للدهان ديال الجهه الشرقيه يعني كياخذوا الزبده، الزبده ديال البقره، الزبده ديال الماعز كطيب، وكيتزادوا لها العشوب ديال المنطقه، الدهان ديالها كيكون زين. حنا ما كنديروش هذاك الدهان ديال الملحه، كاين واحد الطريقه اللي كاين تبارك الله، كاين بزاف ديال الطرق ديال التحضير ديال الدهان. بالنسبه لينا كيطيب وكنزيدوا ليه العشوب. اييه صافي. بالنسبه للبركوكس فاش كيوجد يعني كيتسقى بديك المرقه، وكنخليوه تقريبا واحد ربع ساعه اللي كنخليوه حتى كيشرب وكيتقدم. الله يعطيك الصحه. وكيتقدم هو سخون، والصراحه كيجي مزيان بزاف. وبالنسبه للطبقه ديال البركوكس يعني كنديروه بزاف حتى في الصاله، لان يعني من الاطباق اللي كتسخون وغنيه فيها القطاني وفيها الخضره. هادشي اللي زوين دابا تبارك الله، بركوكس كاين انواع كثيره في المغرب، اللي هضرنا غير على بركوكس بوحدو، يعني كيف قلتي في الجهه الشرقيه بالخضره بهذا الشكل، الامازيغ يعني في اكادير تبارك الله كيديروه باملو بالعسل، يعني هما كلهم كيجيو زوينين صراحه ومختلفين. واللي زوين هو انه على حسب ديك المدينه او المنطقه باش متميزه وشو اللي موجود عندها، لا في الخضر الموسميه ولا مثلا المنتوجات المحليه بحال الارغان بحال العسل بحال الاملو. تبارك الله عليك. هذا احتفال بسنه الامازيغيه كديروه، واش عاوتاني المناسبه في حاله مثلا ملي كيجيو المناسبه ديال الولاده كديروا زياده في نهار 40 يوم. كنديروا هاد الطبق ديال البركوكس كنعرضوا عليه العائله، ولا كنديروا ثاني حتى في نهار 40 ايام فاش كيتزاد الصبي يعني مولود جديد، كنعرضوا العائله وكنديروا بركوك. يعني الام الماين هي اللي كديروا لبنتها، الام والماين هي اللي كدير بركوك، النفيسه زعما الام هي اللي كديروا وكنديروا عاد ملي تيجيو بحال دابا العائله والحباب مثلا كتكبروا بهم، خاص ضروري هاد بركوكس ياك بركوكس، وخا نديروا حويجات اخرين. نعم قلت لك يعني في الضيافه حتى هو مهم هاد الطبق، يعني معروف
والله معروف كتهد. بالنسبه لي نحن كنقولوا بركوكس، وبالنسبه للجهه ديال سندراره وبعرفه كيقولوا له المردود، المردود. وبالنسبه للجهه ديال وجده كيقولوا هما بركوكس. أيه. وكل واحد وكيفاش كيحضروا صح. الله يعطيك الصحه. انا تبارك الله عليك اللي عجبني في القناه ديالك ما شاء الله، حتى الطريقه يعني ملي كتقدمي هاد الاطباق المحليه الشرقيه ولا المغربيه التقليديه، كتحرصي دائما ديري واحد المقدمه تعريف بالطبق، يعني الاصل ديالو ولا بعد النوبات مثلا علاش كيدار في المناسبات. هادشي بصراحه كيخلي انه الواحد حتى الدول العربيه او حتى حنا كجيل مثلا يدخل عندك مثلا ويشوف كيتعرف على الطبق من جهه ديال ديك المنطقه، وفي نفس الوقت كياخذ شي معلومات صراحه، يعني معلومات اللي هما مهمين اللي خصنا نعرفوهم على كل منطقه، على المناسبات فاش كيداروا هذاك الاطباق. فتبارك الله عليك، هذا مجهود يحسب لك مضاف، تبارك الله عليك، الله يوفقك. بالنسبه للمنطقه ديالنا احنا اللي معروف بزاف، معروف تريد الكيكيكي يعني. أيه. معروف بزاف تريد، للاسف يعني كاين بزاف اللي ما كيعرفوش. أيه. ولكن معروف بالدا ديالو، كيشبه شويه التريد الفاسي، ولكن غير احنا الطريقه ديالنا كتكون شويه مختلفه على الجهه ديال فاس. أيه. فالله المره الجايه ان شاء الله نقدم لكم ان شاء الله. ان شاء الله تريد حتى هو كنديرو في المناسبات ديالنا، كاين بزاف ديال الاطباق وكاين بزاف ديال الوصفات ديال الجهه. أيه. الشرقيه. بغيت بالمناسبه نقدم لكم الطريقه اللي كنلبسوا بها التمر، كاين المسحوق ديال التمر اللي دابا كن ولينا كنستعملوا. المسحوق ديال التمر شنو كتهضري على العظم ولا داك العلف ولا لا؟ المسحوق ديال التمر اللي كنحضروا بالتمر اليابسه. التمر اللي واخا عطيني لنا وشرحي لنا بالضبط وان شاء الله باش دابا كاينه التمر اليابسه الواحات. ما ديريش لو بارلور زينب. لا ما رانيش دايره. لا صافي لا كيت لا والو. لا كيت لا وبارلور لا حتى حاجه ياك؟ لا صافي واخا. هي بالنسبه للتمر الجهه ديال الواحات يعني معروفه بالتمر. اييه. ويعني في السنوات ديال الجفاف للاسف ان التمر يعني كتيبس لنا في النخله. كنشف. ما كيضيعش. دابا التمر كتيبس في النخله، يعني كانوا من قبل هذيك التمر اللي كتيبس في النخله كتكون غير العلف ديال المسيه. ولكن كاين واحد النوع مزيان ديال التمر يعني كتقولي خساره انه يعني كعلف المسيه. وبالنسبه لهذا التمر هذا يعني الناس ديال المنطقه كيستغلوه. شنو كيديروا؟ هذيك التمر حنا معروفه عندنا التمر ديال عزيزه معروفه بالجوده ديالها. معروفه التمر ديال عزيزه، ما عرفتش راكي سمعتي بها ولا لا. التمر ديال عزيزه اللي معروفه بها الواحه ديال فيكيك. تقريبا هذا التمر هذه ديال عزيزه يعني كاينه غير في المنطقه ديال فيكيك، واخا خداو يعني شتلات ديال النخل يعني بزاف ديال المناطق، وسبحان الله ما كبرات يعني كتكبر غير في الجهه ديال فيكيك في الواحه ديال فيكيك. هذا النوع ديال التمر اللي كاين في فيكيك شنو كيداير؟ كيكون ناشف ولا معسل ولا صغير؟ معسلة وهي صفراء. عندها واحد الجودة اللي عالية بزاف يعني. هاد التمر هادي خدات جوائز كاع في المعارض يعني. شو الاسم ديالو بالضبط هاد التمر؟ عزيزة. عزيزة. عزيزة كاين اللي كيقولها عزيزة. ولكن التمر ديالها الاسم ديالها الحقيقي هو تمر عزيزة. عزيزة مشكورة على هاد المعلومة. عزيزة. وبالنسبه لهذا التمر هذا يعني حتى الثمن ديالو مرتفع يعني غالي على المجهول. حنا عندنا تبارك الله التمر المجهول في المغرب تبارك الله راه زعما اللي هو رقم واحد، عندها واحد الصدى عالمي. وبالنسبه لهذا التمر هذه ديال عزيزه غاليه على التمر ديال المجهول. وبالنسبه لهذا التمر هذه خدات جوائز يعني بزاف ديال المعارض اللي ما شاء الله معروفه بالقيمه الغذائيه ديالها وبالجوده ديالها. وقلت لك بالنسبه لهذا التمر يعني للاسف السنوات ديال الجفاف شوف التمر هذه يعني كتجلس لنا في النخله. وفاش كتجلس في النخله مع دابا قاصحه بزاف ما كتقدريش تاكليها يعني. هاتك لان يعني كتكون شويه صعيبه او لها شي حل. فهمتك يعني صعيبه على السنان. صح. وبالنسبه لهذا التمر هذه يعني باش يستغلوه يعني باش ما تمشيش كعلاج المسيه، دابا كنصوبوا بها المسحوق ديال التمر. التمر شنو كنديروا لها يعني في الوقت ديال الخريف كناخذوا هذا التمر هذه كنمسحوها من الغبره، ما كنغسلوهاش غير كنمسحوها من الغبره كنمسحوها مزيان وكنصروها حتى كتلبس مزيان كاع يعني ما تكونش مهزله يعني. كناخذوا ديك التمر يعني حتى كتكون كاع يابسه ما كنديروهاش في الفرارن، كنصروها غير كنصروها يعني غير على برا. هي الشمس العاديه اللي عندنا الحراره. كتيبس وفاش كتيبس يعني كنحيدوا لها العلفه ديالها، كنقيوها كنحيدوا لها العلفه ديالها وكتطحن.
بالنسبه للغبره ديالها كتجي الغبره الفراغ لان كاين بزاف ديال الانواع ديال الفرق ديال الصفار بالنسبه لهاد الغبره هذه ديال التما ديال الازازه كتكون صفراء. وكاين واحد الفكره غلطه كاين اللي كيحسب له بلي الملحوق ديال التمر كيذوب هو ما كيذوبش هو ما كيذوبش كتقدري تستعمليه كبديل ديال السكر ولكن ما كتذوبش يعني مثلا كتقدري ديريها مثلا في الحليب سخون كديري فيها واحد المعلقه ولا يعني كيحلي كيحلي ولكن كيحلي ولكن كيبقى حاتل يعني ما تيذوبش بحال سنيده ولا مفهوم لا ما كيذوبش هي ماشي غير هاد التمر هاد كاع الانواع انواع التمر بصح المسحوق ما كيذوبش لا ما كيذوبش بالنسبه للتمر يعني كنطحنوها وغير بالنسبه للملاحظه هاد التمر هادي فاش كنبغيو نطحنوها كيخص التمر تكون يبدا مزيان الا كانت عاد مازال ما نشفاش كتعجن في الماكينه ديال الطحين ما كطحنش لانه ما يبساش باش غتولي بودره يعني كتعجن في الماكينه خصها تكون يبسه مزيان باش كطحنيها كتعطيك النتيجه مسحوق يعني كتكون غبره. زينب هو يفضل انه يعني يكرم او لا ينشف يعني في الشمس في الشمس ولا مثلا بحال دابا لما كاينه الشمس ديرو في الران ياك غير هنا برا مع حنا كاين الحراره غير هنا برا كتنشف عامه الناس مثلا ديال الواحات يعني معروفين بالحراره كتخليها غير على برا كتخليها غير على برا كتنشف يعني سيمانه 15 يوم صافي كيبسوا وخاصنا نردوا البال ملي نشوفهم خاص ضروري تيبسوا مزيان لا خاص ضروري يبسوا هي كتحرسيها دابا كتضربيها بالحجره ولا كتديها باليد ديال المهرس كتحيدي لها العلفه ديالها ومن بعد يعني كتاخذي هاد الطحن يعني كاينين دابا الماكينات اللي كيطحنوا العقريه كيطحنوا هاد التمر هادي وكتخرجها لك مسحوق يعني كتخرجها لك غبره بالنسبه لهاد التمر هادي بالنسبه للصراحه التمر هادي يعني كتخليك كتستغني على السكر بالنسبه للتمر يعني كديري مثلا واحد الكاس ديال الحليب كيكون سخون وكديري معاه واحد المعلقه ولا زوج منها كتحلي به ومنها اللي كتعطي واحد الطعم يعني اخر المذاق يعني طبيعي ديال الحلاوه مذاق طبيعي وزينه بزاف بحال هكا دابا حتى في الكيك ولا هذا الواحد يستغلو بالنسبه لي راني استعملتها في بزاف ديال الحلويات استعملتها في الكيك براونيز تبارك الله مزيان الحمد لله هذوما المغربيات تبارك الله حتى حاجه ما كتضيع يعني ها هو تبارك الله مع العقده ديال اللوت مع العقده ديال اللوت لان هاد الغبره هادي فاش كتعزنيها حتى هي عزنتها يعني درتها في ديال الزبده وما زهر وخلطتها مع العقده ديال اللوز وفوت بها كعب غزال الطريقه المذاق ديالها والله الا طبيعي فعلا المذاق ديال اللوز غير بوحدو وصوت بها بزاف ديال الحلويات صوت بها البقلاوه وبالنسبه لهذه الغبره هذه يعني كتحلي بها العصير مزيان احسن حاجه العصير بدل ما ديري السكر ولا لا كتستغني على السكر يعني كديريها مزيان اكتشفوا هاد الامور بحال دابا مثلا في المنطقه الجنوبيه يعني في المدن الجنوبيه تبارك الله كيديروا داك العسل ديال التمر اولا داك التحلاو تبارك الله وتا هو دابا هاد الطريقه تا هي زوينه ومزيان اللي قلتي لنا انهم اللي كيطحن كيولي صفر لانه لربما يكونوا بعد النوبات وي ما كيغيرش دابا حتى فاش كديري مثلا العصير ديال البنان والحليب تيبقى اللون ديالو ما كيتغيرش حتى اللون ديالو يعني كيبقى اللون ديالو يعني هاك وكاين اللي دابا في البال ديالو هو انه التمر الى طحن غادي يعطي اللون يعني بحال قهوي اللون ديال التمر دابا هذا حنت هذا حنت اللون ديالو بالنسبه للتمر الحية حتى بالنسبه للتمر كاين بزاف ديال الانواع ديال التمر صح بالنسبه لينا كاين التمر ديال العصيان صفراء واخا درتيها مع العصر ما كيبانش ما كتغمقش اللون ممتاز وحتى بالنسبه لهذا بوفقوس يعني كاين بوفقوس اللي كيكون قهوي معسل وكاين بوفقوس اللي كيكون صفار اييه لان كاين بزاف ديال الانواع ديال التمر ما كايناش غير تبارك الله اييه الله يقوي الخير على المغرب الحمد لله كاين انواع كثيره هذا ديال التمر ماشي ضروري يعني التمر ديال الزيزه كنديروه بالتمر ديال العصيان كنديروه بالتمر ديال الصغارات كاين التمر ديال الصغارات يعني كنقولوا ارخص التمر هي التمر ديال الصغارات وحتى هي كنقدروا نصوبوا بها هذا المسحوق ديال التمر وكتكون رخيصه وحتى بالنسبه هنا في المغرب مثلا شي وحده بغات دير هذه المسحوقه ديال التمر كتشري كاع التمر الرخيصه اللي كاينه كتلبسها يعني كتنشرها وتلبسها اصلا خصها تشري اليابسه كتنشرها واحد سيمانه ولا وتطحنها وكتقدر تطحنها غير في مولينا كفيله كانت كميه هكا اللي صغيره اييه
تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف على هذه المعلومات. سميه الدريبوش كتبلغ لك السلام، وقالت لي راه تبارك الله قالت لي راه تبارك الله يعني هذا التمر العزيزه كاين غير في كيك، وديما تهضر عليه الاخصائي في التغذيه محمد حليمي، وكان مشى مؤخرا في كيك وعجبو بزاف وتيجي مسحوق ديال التمر. تبارك الله عليك. وهذا حتى عاوتاني واحد الحاجه بحال دابا هذا المسحوق ديال التمر، الناس اللي في هذه المنطقه مثلا ممكن انه يخدموا في كوموند يترزقوا منه، يعني شي حاجه اللي هي طبيعيه ممكن يصايبوها ويتخصصوا، يعني كي يعني كاين ممكن انه الواحد يفتتح خلاص دابا مع هاد السنه 2023 اللي بغى يخدم شي حاجه من الدار راه ممكن يصايبوا، لانه بحال دابا بزاف الناس كيبغيو شي حاجه حلاوه طبيعيه وما عندوش الوقت انه غيصايب هاد الشيء، فلما الواحد يتوكل على الله ويبدا يصايبهم ويقاد لهم قريعات وداك الشيء مطحون على اليد يعني ويتوكل على الله. لا هو دابا موجود هاد المسحوقات ديال التمر كاين تعاونيات دابا كاينين. لا كاينين تنهضروا حنا من خلال المبادرات يعني حتى ديال العيالات، لان كاين دابا الناس اللي عندهم الفيرمات يعني حتى عيالات في الدار ما كيديروا والو كيخدموا هاد المسحوق هذا ديال التمر وكيبيعوه. اي دابا حنا من خلال البرنامج هاد الافكار بحال هكا كنعاودوا نذكروا بهم مستمعات اللي يعني مبادره شخصيه ما مشاركه في تعاونيه ما مشاركه يعني فهمتي يعني اللي ممكن انها تقدر تاخذ هاد الشيء وتقادو غير بيديها بشويه عليها وتبدا شويه بشويه، والواحد وفاش ممكن انه يتوكل على الله ويتخصص. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. حنان بن رئيس من مراكش، وسكينه ام هبه ونعيمه ام اخلاص من جرادة راه تيبلغوا لك السلام وتيقول تبارك الله عليك. المستمعات يعني حتى هما تيشكروك على هذه المعلومات اللي عطيتي وعلى هذه الوصفات ان شاء الله اللي غتقدمي لنا نكملوا. بارك الله فيك. باقيين كنتسالوك، المهم انا اللي عارفه هذيك الكيكه ديال الحامض نسينا هذيك المره مابقاش الوقت ما بغيتش نقول للمستمعات، دابا ان شاء الله تنفكرها باش نعطيوها لانه كتجي زوينه كتجي فاسده صراحه كتجي زوينه وما فيهاش بزاف ديال المقادير وسهله. واخا ان شاء الله ديال الحليب والحامض كنديروا فيها بيضه وحده، ربع كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الليمون الحامض يعني العصير ديال الحامض، كنديروا ساشيه ديال الفاني ديال 7 غرام، كنديروا خميره ديال الحلوى 8 غرام، كنديروا معلقه صغيره ديال السكر و6 ديال المعالق ديال الطحين. بالنسبه لهاد المكونات هادو كتقدري تاخذي غير زلافه وكتحركي فيها هاد المكونات هادو يعني لان كيكونوا قلال المهم كتهرسي البيضة، كتزيدي الحليب، كتزيدي الحامض، كتزيدي الفاني، كتزيدي الخميرة، كتزيدي السكر وكتزيدي الطحين. كتزيدي بالتتابع وانت كتحركي غير بالبسيطة يعني غير بزلافة. بالنسبة للمول اللي كنديرو في هاد الكيس يعني من الأحسن كيكون داك المول اللي كيكون مسكوب كدهنيه بالزبدة، وبالنسبة لهاد العجينة هادي كتكون خفيفة يعني ما كتكونش ثقيلة. مهم صافي كتخلط هاد المقادير هادو. بالنسبة للمول كناخدو المول المدور اللي كيكون مسقوب كندهنوه بالزبدة وكنرشوه بالطحين وكتخويه في المول وكتدخليها كطيب، يعني كتاخد تقريبا غير واحد 10 ديال الدقائق يعني فاش كيكون كيطيب المول كتوجدي السيرو. بالنسبة للسيرو غير هذاك السطرة ديال الحليب اللي خديتي منه داك ربع كاس يعني داك الشيء اللي بقالك كتزيدي عليه واحد 4 ديال المعالق ديال السكر وكديري العصير ديال جوج حامضات، هذاك الحليب كيولي بحال العراب. اييه. مباشرة بعد ما كنخرجوا هذيك الكيكة يعني كطيب واحد 10 ديال الدقائق، هي ما كتحمرش بزاف لأن ما فيهاش سكر لا والو، يعني كديري الموس كتشوفيه باللي صافي خرج لك نقي، صافي كتخرجيها وكتسقيها بداك السير مباشرة وهي سخونة باش كيشرب. صافي كتخليها واحد 4 ديال السوايع ولكن في هذيك المدة يعني مرة كتبقي تاخذي بالمعلقة وكتبقي تسقيها. يعني غير داك السيرو اللي كيتجمع لك في الوسط كتبقاي تخويه من فوقها تقريبا واحد 4 ديال السوايع كتكون واجده كتشرب هذيك الكيكه كتشرب هذاك السيرو وكتقدم كديسير. صراحه سنه مزيان هكا تبارك الله زوينه بزاف خلاص عشاق الحامض يعني كديسير ولا كتقدميها مع العصائر يعني فعلا ولا تقدم يعني كيف قلتي مع الفواكه عندك الحق وكتقدري حتى تزينيها بغيتي تزيدي لها الفواكه كتزيديها بغيتي تقدميها غير هكا هي سنه اييه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك كتجي زوينة. نمشيو الاقتراح ديال نديرو العصير ديال الكاكي. واه العصير ديال الكاكي واخا. شكرا. تفضلي. ولا بالنسبة للعصير ديال الكاكي كناخدو واحد الحبة ديال الكاكي، بالنسبة للكاكي ديما كناخدو ديك الكاكية اللي كتكون طايبة. بالنسبة للكاكي اللي كيكون طايب كيكون حلو ماشي بحال الكاكي اللي كيكون شوية قاصح. واخا. كناخذوا غير حبه ديال الكاكي اللي كتكون كبيره، كناخذوا واحد 300 غرام ديال الخيزو تقريبا قياس واحد 4 ديال الخيزو ديال الجزارات،
خيزو كنقصروه وكنسلقوه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. ناخذوا التشين كنعصروه كيعطينا واحد المقدار تقريبا ديال 2 كيسان ديال التشين. وحتى بالنسبه لهذا العصير هذا كنحليوه بالتمر، ما كنديروش السكر. واللي ما عندوش التمر يعني كيدير العسل. ايه هي بالنسبه للخيزو يعني كنسلقوه وكنخليوه حتى كيبرد، كنطحنوه عاد وكنوجدوا. بالنسبه للعصير يعني ديما كنخليوه يعني حتى لاخر لحظه عاد وكن باش كنعصروا الكشين وكنطحنوه باش يعني غير كنطحنوه وكيتقدم. ولحقات دابا الحال بارد يعني ما كيحتاجش انه يبرد ولا لا جا ولا بصح. وبالنسبه للعصائر ديال الفصل ديال الشتاء يعني ما كنديروهمش جاريين، بالنسبه للعصير يعني ديال هاد الوقيته شويه كنديروه خاتر. بالنسبه للماء تقريبا يعني كتزيدي واحد لترو ديال الماء، اللي كتزيدي ما كتزيديش بزاف ديال الماء صافي، كيطحنوا كاع هاد المقادير هادو كيتقدم. اييه يجي زوين الله يعطيك الصحه. وفاكهه الكاكي دابا متوافره، لما لا الواحد يدخل هكا معاها مره القرعه الحمراء مره هاد خيزو كل مره ويحلي بالتمر تبارك الله موجود. مثلا عندك شي اقتراح زينب؟ وني بغيت نقدم واحد الكيك براونيز بالمسحوق ديال التمر بالتمر غبرة. هذه مازال ما نزلتهاش في القناه لان مازال ما ساليتلاش المونتاج ديالها، ان شاء الله غدا ولا في العشيه ان شاء الله نزلها. كنحتاج فيها 110 غرام ديال التمر غبرة. غادي نعطيكم حتى المقياس بالكاس بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان، 110 غرام تقريبا كاس. كناخذ ديال التمر غبرة ديال المسحوق ديال التمر، هنا استعملت التمر ديال عزيزه اللي استعملت، وكتقدروا تستعملوا لان كاين بزاف ديال الانواع يعني موجودين. كناخذ 50 غرام ديال السكر، هذا فيه كميه قليله ديال السكر، كناخذ غير 50 غرام ديال السكر تقريبا جوج ديال المعالق ديال السكر. كناخذ 180 غرام ديال الشوكولات، بالنسبة ل 180 غرام سوا كتاخذ يعني بكية ديجا كتكون فيها 180 غرام، ولا كتاخذوا الشوكولات يعني ديال بديل الشوكولا كيكون رخيص، ولا كتستعملوا شوكولا بالحليب، يعني كل واحد كيدير على حسب الإمكانيات ديالو، وكلهم جربتهم وكلهم كتصدق بهم مزيانة، يعني كديروا الشوكولات اللي بغيتوا، غير ما ديروش داك الشوكولات الرخيص يعني ديال داك الشوكولات الرخيص. باش بصح باش المذاق هذاك السكرات يعني داك الرخيص ديال بلا ما نقول سميتو، المهم أيه معروف. كديروا بديل الشوكولا ولا السكرات يعني الاسود نوعين ديالها ولا شوكولا بالحليب. يعني كتاخذي 180 غرام يعني هي بكيه، اذا ما كانت عندك يعني كتاخذي غير ميزانك، الا كنتي خديتي هذيك ديال العبار تقريبا كياخذ لك كاس عامر، دوك الحبيبات تقريبا كاس عامر كيعطيك 180 غرام. كناخذ 100 غرام ديال نواد كازو والكركاع، يعني خليط ما بين واد الكازو والكركاع، وكناخذ 4 ديال البيضات اللي كيكونوا صغار. الا كان احتاجنا فاشيه ديال الخميره ديال الحلوه، كنحتاج فتيته ديال الملحه، هادشي اللي كنحتاج. هي بالنسبه للطريقه، طريقه سهله، كناخذ البيض كنضربو مع ديك 50 غرام ديال السكر، ديال السكر تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. كناخذ الزبده والشكرات كنذوبهم في حمام مريم. بالنسبه للشكرات يعني فاش كندوبو ديما كنردو البال، اللي بغات تستعمل الميكرو اون كتستعمل الميكرو اون تقريبا يعني غير ديك فراكسيون سكوند، يعني كدوب ومن بعد كدوب الشكرات ومن بعد كتزيد الزبده وكتبقى تحرك. بغيتي كديري الكاسرونه، كديري الكاسرونه فوق النار، كديري الشكلاط والزبده ولكن غير واحد جوج دقائق وكتحيديها باش داك الشكلاط ما يتحرقلناش فوق العافيه. يعني وهو كيدوب وانت كتحركي، يعني غير بهذيك السخونيه اللي كاينه في الكاسرونه كيدوب بها الشكلاط والزبده. المهم صافي كنضرب البيض والسكر الزبده وهذا والشكلاط صافي دوبته. من بعد كنزيد داك الكاس ديال التمر، ومن بعد كنزيد هذيك الساشيه ديال الخميره، نسيت واحد الساشيه ديال الكاكاو المر حتى هو كنزيدو. صافي كنحرك كاع هاد المكونات هادو. هي بالنسبه لهاد الخليط هذا باش كيكون الجو بارد كيبان لك بحال الا ثقيل. وفاش كيكون الجو سخون لان الزبده كتكون دايبه في سميته يعني كيكون خفيف، هذاك ماشي مشكل. المهم كنخلط كاع هاد المقادير هادو. بالنسبه للمكسرات يعني كتكون اخر حاجه كنزيدها. بالنسبه كناخذ المول يعني غير صغير كيكون مربع ولا مستطيل اللي بغيتو، ولكن المول ما يكونش كبير كاع بزاف. صافي كناخذ هاد الخليط هذا كنديره في المول. المكسرات كنكون كتبتهم هما الاخيرين. كناخذ المول ديالي اللي كنكون درت فيه ورق الطهي، ولا كدهنوه يعني اللي بغيتو، ومن الاحسن ورق الطهي لان هي كتكون خفيفه وكتكون باش ما تلصقش.
صافي كندير هذا الخليط هذا صافي كيطيب. وفي الوقت اللي كنكون كنوجد الكيك كنكون شعلت الفران تقريبا واحد ربع ساعة يعني قبل على 170 درجة، واللي عندها الفران ديال الغاز يعني غير الطريقة اللي كطيبي بها الكيك العادي كطيبي بها هذا الكيك هذا صافي وكيدخل يطيب تقريبا 15 دقيقة كيطيب صافي وكتحيدي. هي فاش كيطيب ما كنخرجوش مباشرة بس ما كيهبط كيطيب وكنخليه كنطفي العافية وكنخليه تقريبا تما واحد 5 دقائق ولا 10 ونحل الفران عاد من بعد كنخرجه. صراحة كيجي المذاق دياله جديد بزاف يعني كيجي بداك القوام ديال البراونيز وهو فيه التمر وما كيجيش حلو بزاف. اي مزيان وفاش كنديرو الشكلاط يعني نوعية مزيانة لان الشكلاط كتكون نوعية مزيانة الكاكاو تكون فيه نسبة الكاكاو طالعة بصح وبالنسبة لهاد الكاس هذا ديال التمر اللي درنا هو اللي كيعطيه الحلاوة وكيعطيه ثاني واحد المذاق اللي مخالف على البراونيز اللي مولفين يعني اللي مولفين يعني كنحضروا اللي مولفين تقلاه من قبل. هذا المذاق ديالها صراحة كيزيد بزاف. وبالنسبة للشكلاط يعني بتكعب ثلاثة ديال الأنواع سواء الشكلاط يعني نوعية مزيانة ولا حتى بالبديل ديال الشوكولا لأنه رخيص كيجيبين يعني زين بزاف واللي إن شاء الله اللي جرب هذا الكيك هذا راه غادي يعجبو. الله يعطيك الصحة تبارك الله. البراونيز بصراحة تعجب الكبير والصغير وخاصة الوليدات فكيجي ساهل وزوين. العموم تبارك الله وصفات كلهم مميزين تبارك الله والواحد يدخل القناة عندك يعني ما شاء الله كيغوص ما بين وصفات عصرية سهلة وما بين حويجات اللي هما بلديين تقليديين شرقيين فتبارك الله عليك. شكرا للفهم. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك يعني وصفات في المستوى. كنتشرف دائما انك تنورينا في البرنامج وتفيدينا بوصفات ان شاء الله. مرحبا وان شاء الله. بحال ديك الفطيرة ديال داك الخبز بطبوط او نسميه فطيرة ديال المقلة هذاك هو عندك زوين تبارك الله بالبصله والكفته الا عقلتي عرفتي ديك الخبزه المعمره. اييه وهذاك اللي ولا اللي قدمت المره اللي داز. اييه لا لا ماشي هذاك الفطيره ديال البصله والكفته راه كيجي بحال ديال البصله والكفته. وهي بالنسبه بغيتي المعطيه ديالها دابا نختموا به الا سمحتي لانه عجبني وهذا يلايق البودي مع اتاي ولا عشيوه خفيفه سهله. هذه كتجي زينه بزاف. هي بالنسبه للعجينه سهله وحتى العجينه ديالها الصراحه متميزه بزاف. هذه العجينه هذه صراحه هذه العجينه الواحد يعقل عليها راه ممكن يديروا بلا عماره يجي زوين. هي بزاف ديال الزيت بزاف كاع المهم كتاخذي مثلا بغيتك بالقياس بالزلافه ولا بالجرام. لا عطينا الزلافه اختي عطينا من الاحسن مش كلشي صايب انا بغيت كلشي نديرو في الكوطيش. واه هو غير كميه صغيره نعطيك مثلا انت هذاك اللي خدمتي درتي فيه نص كيلو ياك نص كيلو ديال 500 غرام درتي ديال واه لان الزلافه كتاخذ 250 غرام واخا اييه المهم كاين بزاف المهم عطينا شوفي زينب عطينا 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 القياس العائلي تبارك الله. كديري جوج لايف ديال الفرينه زلافة ديال الفينو أيه. وكديري لها بيضة هذه كدار فيها بيضة في هذه العجينة هذه كديري واحد جوج معالق ديال الزيت كديري واحد شوية ديال الملحة واحد نص معلقة ديال الملحة أيه. وكنديرو فيها واحد شوية ديال السكر أيه. يعني غير واحد شوية واللي بغى ما يديرش السكر ما يدير وكنديرو فيها واحد شوية ديال الخميرة ديال الحلوة هذيك الخماره ديال الحلوه هي اللي كتعطي هذيك الفتاوه كتجي فتيه يعني ماشي خماره كامله يعني غير معلقه منها ياك. لا غير واحد شويه ماشي كامله هي معلقه صغيره كبيرة. مثلا الا درتي كيلو كديري فاشيه ديال 10 غرام ولكن الا درتي كميه غير صغيره كديري غير فاشيه غير فاشيه اييه وغير نص ديال فاشيه اييه صافي. بالنسبه لهذه العجينه هذه كتعجن مزيان كتعجن مزيان كتعجنيها بالبيكرا ولا كتعجنيها بيديك وكتخليها كتخمر كتجمع بالماء دافي عادي يعني واخا جوز لي قلتي لنا هي فاش كيكون بارد الحل كتجيب شويه الماء دافي وفاش كيكون سخون الحل كدير غير الماء بارد واخا قلتي لنا هذا البطبوط بهذا الشكل اولا الفطيره فيها جوج زلايف تفارينه وزلافه ديال الفينو وبيضه وجوج معالق ديال الزيت المائده وشويه ديال الملحه وقلتي لنا شويه ديال السنيده وواحد شويه من خميره الحلوه خميره الحلوه حمراء ياكل جمعوا بالماء وكتجمع بالماء شنو هي عجينه كتجي صافي كتخليها كتخمر وفي هذيك الوقيته اللي كتخمر كتوجدي الحشوه ديالك واخا. بالنسبه للحشوه المهم كديري البصله
بالنسبه للبصله بغيتي تشحريها واحد شويه، وكاين اللي كيبغي يدير فيها البصله خضراء. اييه هما بجوج مزيانين الصراحه، كاع بجوج بهم مزيانين. مره هكا مره هكا كاع جوج ديال الوصفات كاع عندك في القناه، سواء كدير البصله مشحره ولا كدير البصله خضراء. اييه وخلاص دابا كاين تبارك الله البصله الخضاريه زوينه. واه بالنسبه للبصله المهم كتاخذي البصله كتقطعيها ديك تيكارو ولا كتقطعيها في الحشوار، المهم غير ما تكونش كاع باينه ما تقلبش الماء، ولا كتقطعيها غير بيدك يعني ما كتقطعش ما كتشحريها واحد شويه رقيق. كتزيدي لها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الحرور الحاره اللي كيبغي الحرور كمون، والكفته كتزيدي الكفته ديالك يعني كطيب يعني كتزيدي كتقلي المقدار واحد رابعه ديال الكفته ولا شحال ما بغيتي، كتزيديها البصله ومهم، وكتزيدي الكمون. اييه في الاخير المهم كديري كطيبيها كديري زيت الزيتون، وبالنسبه للكمون يعني حتى الاخر عاد كديري الكمون ديما نزيدو الحشوه كتبرد. ضروري الحشوه تبرد يعني باش ما كتقل ما تقطعش العجينه. اييه صافي هي العجينه فاش كتخمر المهم كتقطعيها كرات صغار، وهنا شنو كديري؟ كديري كره كبيره وكديري كره صغيره. هالطريقه هذه مزيانه بالنسبه للبنات مبتدئات في الطبخ يعني حقت هو هذاك الخبز المعمر اللي صعيب فيه هو انه كيفاش كتعمريه، كاين البنات يعني كتقبلك الخبزه كتطيبها يعني ما كتجيش مفشفشه وما كتجيش مزيانه. بالنسبه لهالطريقه هذه كتديري جوج ديال الكرات، كديري كره كبيره كره صغيره كره كبيره كره صغيره، كتخرجي الكرات على حسب نسيت الطاجين اللي عندك على حسب الفرح اللي عندك. كديري جوج ديال الكرات، وحده كبيره وحده صغيره، المهم كتاخذي ورق الطهي كتقرصي الكره الاولى وكتقرصي الكره الزوجه. كتحطي الحشوه يعني في الكره الاولى وحده قلب وحده، المهم كتحطي الكره الاولى، المهم الحشوه ديال كاع كديري كتسرحيها يعني على القطر ديال الخبزه كتكون مدوره، كتقلبي عليها ديك العجينه الاولى وكتجمعيها من الجناب. دابا كتجمعيها من الجناب وكتقفلي مزيان يعني باش ما تحللكش. اييه وحده قلب وحده. وفاش كتستعملي ورق الطهي كيكون عندك سهل انك غادي تقلبيها يعني باش تسرحيها مزيان. صافي كتسخني الطاجين ديالك وانت كتبقاي يعني كتبقاي طيبه وانت كتقرصي كتبقاي طيبه وانت كتقرصي. تبارك الله كيجيو كبار كيجيو زوينين الصراحه كيجيو مزيانين. انا بالنسبه للطاجين هذاك الفراح ديال 40 يعني كبير، وكنديرها لذاك المقاس ديال 40 يعني كناخذ ورق الطاجين كنقطع على ذاك القطر ديال ذاك الفراح وكنسرحها كتخرج لي تقريبا واحد ثلاثه ديال الخبزات ولا جوج يعني ديك زوج زلايف و زلايف ديال الفرينه والفينو كتخرج تقريبا ثلاثه ديال الخبزات كبارات. كيخرجوا كبار عائليين والواحد تاعو ثاني ما كيبقاش ممحن بزاف يعني باش يبقى يطيبهم مزيانه. لحتى الطريقه ديال ذاك التقراص ديالها مهمه بزاف، هذيك الطريقه راني حطيتها في القناه سهله يعني اي مبتدئه كتقدر يعني تقل الخبز المعمر. اييه يعني ماشي بحال ديك الطريقه اللي ما تحلش لي الخبزه وكتجمعيها ومن بعد عاد كتبقاي تقرصي. لا تبارك الله كيجيو زوينين عرفتي من بعيد كيبانوا بحال يعني شي فطيره معمره وما ديال بطبوط يعني زوينه، الواحد يعقل على هذه العجينه والحشوه من الاختيار كل مره حاجه وخلاص هذه الحشوه حتى هي كتجي زوينه يعني الكفته مع البصله والعطريه والقبر مع الدوس. واه سهله وبغيتي هذيك الحشوه بغيتي كتزيدي لها الفلفل بغيتي كتزيدي لها الفلفل الالوان ولا الخضره الكريز والقرعه بغيتي كتزيدي لها هذيك الفلفل بغيتي كتزيديه لها وكتقدر تب الحوت. اييه واحد كتقدر تعمريها حتى بالحوت. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك زينب عزو كنشكرك بزاف على تواصلك. شكرا لاله سهله. الله يخطيك ما سخيناش بك اي الوقت اللي ما شاء الله مره اخرى ما شاء الله دائما مرحبا بك دائما بارك الله فيك وتبارك الله عليك والله يوفقك في القناه ديالك يعني كاين واحد المجهود كاين واحد الخدمه تبارك الله عليك الله يعاونك لانه كتحرصي على الوصفات التقليديه ديال الجهه الشرقيه وكذلك عندها افكار كيف قالت بحال دابا هاد الحلاوه ديال التمر اللي عمرات به العقده ديال اللوز كيجي زويني عندها شي حويجات ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نقدم للبنات كعبو غزال بالتمر الحلويات اللي معمرين بالتمر. شو اسم القناه ديالك بالنسبه للمستمعات اللي بغاو يدخلوا عندك؟ زينب عزو. زينب عزو تبارك الله. واه الله يوفقك شكرا لك بزاف نورتينا في البرنامج. شكرا لاله سهله. شكرا. نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذه الوصفات كامله ان شاء الله بالصحه والراحه والمزيد من الوصفات ان شاء الله ناخذهم من عند زينب مشكوره جدا افكار اللي هي زوينه
تحيتنا لكل المستمعات في الجهة الشرقية، كنشكرهم بزاف دائما على المحبة والوفاء ديالهم وتواصلهم الدائم. خليكم معنا مستمعينا فاصل غنائي ونرجع نواصلوا برنامج لالا مولاتي.